أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فاسمه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ألا ترون إلا أن يأتيهم الله في من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سبح اسمه لأنك ما تلاه من آية بينة وما يمثل نعمة الله من بعد ما شاء. فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبي مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر
الكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والمسجد قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المسلم من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة ومغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاغسلوا النساء في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حيث لكم فآتوا حسنكم أنا جئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عهدة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤذون من نساء لهن ربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء لا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن من الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان وإمساك بمعروف لا تصريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا
فيخافا لا يقيم حدود الله فيخفتما حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن تلقها فلا تحل له من بعد حتى نكح زوجها فإن تلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن وذلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكما أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يضن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتما أولادكم فلا جناح عليكما إذا سلمتما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لأوحدتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إذا تقولوا قولا معروفا ولا تحسبوه ضد النكاح حتى يبلغ الكتاب أشده واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا تمسوهن على فرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المخير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده وأن تعفوا
ولا تسعوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فرحلوا فرجالا ربانا فإذا أعبدوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفن بكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى حول غير إخراج. فإن خرجت فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولئك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فالذي يريد الله قد حسن فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إنه بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليل منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصرا بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لها لهم ركبتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يقربه فإنه مني إلا من اقترف غبنا بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وصرنا على قوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء.
ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لمسلت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.